كتير ممكن من الأسر بتشتكي إن ولادهم عندهم مشاكل في النمو، إن هم ممكن أطفال ولكن عندهم قصر أقامة. ويمكن إحنا كنا اتكلمنا في ده قبل كده لما نزلنا في حملة تغذية المدارس مع بنك التعاون المصري، وقلنا إن في مرض التقزم نتيجة سوء التغذية، ولكن إيه علاج هو قصر القامة أو التقزم، أو منين أقدر أعرف إن الطفل ده ممكن يكون عنده اضطراب في النمو وعنده مشاكل معينة ممكن تصل لمرحلة المراهقة؟ إزاي أقدر أحكم إن ابني أو بنتي في عنده ممكن مشاكل تصيب الغدد بتاعته، الغدد الصماء، ممكن يكون عنده مرض سكر؟ أكيد مشاكل كتيرة ممكن تخص الأطفال، ويكون التعامل معها فقط مع الدكتور الأطفال، لكن يكون في حد متخصص في اضطرابات النمو والنمو للأطفال، وأن يكون في حد متخصص في سكر الأطفال والغدد الصماء للأطفال. هو ده الجديد اللي احنا عايزين نعرضه على حضراتكم النهاردة، يكون في توعية قدر الإمكان، لأن هم دول شباب بكرة، هم دول الأمل بتاع بكرة. ما يكون الطفل، أنت عندك في مصر الميزة النسبية بتاعتك في الشباب، لما يكون الطفل ناشئ على صحة جيدة أكيد لما هيكون شاب هيكون شاب منتج، وهيكون هو ده اللي هو ده اللي بيجيب لنا بكرة ويجيب لنا مستقبلنا هيكون ايه جاي ان شاء الله، وده اللي احنا من خلاله بنقول هنشوف مصر احلى. انا برحب بضيفتي اللي بتشرفني دلوقتي في الاستوديو، دكتورة رشا طريف. دكتورة رشا متخصصة في أستاذ طب الأطفال واستشاري الغدد الصماء والسكر في الأطفال جامعة عين شمس، وعضو الجمعية الأوروبية لأمراض الغدد الصماء والسكر في الأطفال. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك. أهلا بك. تخصص جديد يعني الى حد ما، ايوه يعتبر جديد، وان يكون في حد يعني انا دايما اؤمن بالتخصص، يعني ما يكون في حد متخصص في خاصه يكون في امراض معينه تصيب الاطفال، فده حاجه يعني اكيد كويسه جدا، ممكن يكونش عندنا وعي كبير بيها في مصر حقيقي. قولي دكتور، ان يكون في عندنا اضطراب في نمو الاطفال، لو احنا عايزين نتكلم عن النمو في مرحلة النمو الأطفال، إزاي ممكن يكون في، أقدر أقول إن هو ده عنده مشاكل، كيفية التعامل معها إزاي؟ تمام. أول حاجة بتكلم على الأهل الأول، عادي جدا في البيت من قبل حتى ما يفكر يروح لدكتور أو لا، إمتى الأهل يشكوا إن ابنهم ده قصير؟ ببساطة شديدة جدا، مثلا يعني إحنا داخلين على الشتاء مثلا، أو دخلنا على الشتاء خلاص، الأم لما بتيجي تشوف اللبس بتاع ابنها بتاع السنة اللي فاتت تلاقي إن اللبس ده هو هو، الولد بيقيس الهدوم الحجم هو هو، الولد ما طولش، الهدوم هي هي، البنطلونات نفس المقاسات، الأحذية بتاعته الشوز مش بيغير المقاس، ده ببساطة كده حاجة سهلة ويقدر يعني أي حد، يعني مش في الطول بس، ممكن ومقاسات كفوف الإيد والرجل، مقاسات الأحذية يعني. دي حاجة سهلة وأي حد من الأهل ممكن بسهولة ياخد باله منها. حاجة تانية برضو كتير من الأهل بيقولوها كده باللغة العادية العامية، صورة المدرسة، صورة المدرسة اللي فيها الطفل ده بكل أقرانه هو أقصر واحد في الفصل أو من القصيرين في الفصل، هم حاسين أنه هو بالمقارنة بأقرانه أقل منهم في الطول أو أقل منهم في الحجم. برضو الفريق الرياضي، الطفل ده مثلا في فريق معين في الرياضة، المدرب لاحظ أنه هو أقل من أقرانه، وأحيانا دي بتبقى عائق بيترفض الطفل عشانها وبتأثر على حالته النفسية، أنه مش راضين ياخدوه في الفريق الرياضي جست عشان هو أقصر من أقرانه وممكن تكون كفاءته البدنية يعني أقل. فدي الحاجات العادية جدا اللي هي ليه ممكن يتم ملاحظتها من غير أي حاجة. لما الأهل يشكوا بيبتدوا بقى يعرضوا الطفل على استشاري غدد صماء ونمو، هو فعلا بقى اللي هيقدر يحدد هل فعلا الطفل ده قصير ومحتاج ياخد علاج، ولا هل هي حاجة بسيطة وممكن يكونوا أهله. هو ده مرتبط بالغدد الصماء؟ أيوة مرتبط، والحقيقة في عوامل كتير قوي بتأثر في النمو أهمها الغدد الصماء، بس في حاجات تانية يعني زي ما حضرتك قلتي التغذية السليمة مهمة جدا. الطفل اللي بياكل بطريقة صحية وسليمة، مش بنقول أكل كتير، بنقول أكل صحي، يعني إنه بياكل بطريقة صحية، بياكل قدر كافي من البروتينات، بيشرب الألبان عشان ياخد قدر كافي من الكالسيوم فيها، ما يهمنيش بقى السكريات والنشويات بكمية كبيرة، أنا عايزة بروتينات، عايزة فيتامينات، عايزة ألبان، هي دي الحاجات اللي بتساعد يعني على النمو بتاعه. الحالة النفسية برضو من العوامل اللي بتأثر، الطفل اللي بيتعرض لضغط نفسي مستمر مش بيكبر بصورة سليمة، لأن الأبحاث لقت إن هو ده بيأثر على إفراز هرمون النمو من الغدة النخامية بتاعته. برضو حاجة الناس ما بتاخدش بالها منها، النوم عدد ساعات كافي بالليل، ودي نقطة مهمة، بالليل مش إنه يسهر ويطبق لتاني يوم الصبح. معظم الأطفال بتسهر. بالظبط، ده غلط، فده بيؤثر برضو على إفراز هرمون النمو من الغدة النخامية.
برضو ممارسة الرياضة بصورة دورية برضو بتحسن إفراز هرمون النمو. بس طبعا وطبعا مع دول كلهم بحط العامل الوراثي بقى في الطول. الغدد الصماء طبعا من الأسباب المهمة جدا، أي خلل في أي غدة من الغدد الصماء ممكن تأثر بالسلب على النمو بتاع الطفل. أشهر الأسباب طبعا نقص هرمون النمو، ده يعني هنتكلم فيه يعني تهيألي بعد شوية ممكن نتكلم فيه. نقص هرمون النمو من الأسباب المهمة جدا جدا. أو نقص إفراز هرمون الغدة الدرقية، أو تأخر البلوغ. أحيانا واحد مراهق يكون ما دخلش في مرحلة البلوغ فما حصلش النطرة اللي بتحصل اللي هو في الطول فبيبقى باين أقصر من أقرانه اللي هم سبقوا في البلوغ. ولكن لو عامل الوراثة إن مثلا واخد يعني هو ده من والده أو من والدته، ده بيبقى عادي يعني ما يتعالجش؟ والله دي بيختلف عليها. طبيا هو مش محتاج علاج لان هو بيتحرك في الصفات الوراثيه بتاعه باباه ومامته مع بعض، في حسبه معينه بنقدر نحسبها ان الطفل ده بيتحرك في الوراثه. حديثا دلوقتي ابتدى لا، ان الطفل ده لو نفسيته متضايق نفسيا او ساعات حتى يجوا الاب والام يقولوا مش عايزينه يتعرض للي احنا تعرضنا له، مضايقات، ان هو قصير قوي، ان الناس بتضايقه، بيقدر ياخد هرمون النمو وبيستجيب عليه برضه. ومفيش اي مشاكل خالص ان هو ياخد هرمون خالص، بتبقى جرعات محسوبه وبناء على تحليل دقيق بيتعمل وبتتحسب الجرعه وبيجيب نتائج كويسه جدا. يعني هو علاج القصر القامه او اضطرابات النمو دي، مشاكل النمو، بتتعالج بان هو بياخده يعني هرمونات معينه ومساله تنتهي؟ بصي حضرتك، هي مش بس كده، هي على حسب السبب. يعني لو السبب مثلا نقص هرمون النمو هيستفيد جدا بانه ياخد هرمون النمو. لو السبب مثلا خلل في الغده الدرقيه بياخد هرمون الغده الدرقيه. يعني على حسب الحاجه اللي حاصله. لو السبب تاخر في البلوغ بيتعالج تاخر البلوغ بحيث ان هو يبدا البلوغ بتاعه ويحصل بعد كده النطره بتاعه البلوغ اللي هي بتاعه اللي هي بتحصل في النمو مع البلوغ. فهي على حسب كل سبب بيتعالج قصر القامة، وبناء عليه بعد كده بيقدر يوصل للطول الطبيعي اللي هو زي أقران. ولو هو بقى يعني حضرتك قلتي السبب ممكن نفسيا يكون من مؤثر، يتعالج نفسيا ولا حاجة؟ يتعالج نفسيا لو المشكلة بتاعت الطفل ده اتحلت، ان هو متعرض لضغوط نفسية مستمرة لسبب ما، بيتعرض على دكتور نفسي وبيقدر يعالج السبب، الطفل ده بيرجع يطول برضه بصورة طبيعية. لو السبب سوء تغذية مثلا ولا حاجة، بنحسن التغذية بتاعته، بياخد العناصر الغذائية اللي احنا قلناها، البروتينز والفيتامينات والألبان والحاجات اللي هي المفيدة في النمو، وبيبقى كويس جدا. مش كل الأسباب بتتعالج يعني بهرمون النمو. تمام، أكيد يعني كل يعني حالة بتختلف يعني في طريقة علاجها، ولكن اللي أنا أقدر اللي خلصت بيه دلوقتي من حضرتك إن كله بيتعالج. كله بيتعالج يعني هو لما بس نفطن ان في عنده مشكله بالظبط. لكن ممكن الاهل ما تبقاش واخده بالها وفاكرين ان هو بس يقول لك اصل ما بياكلش كويس، اصل أيوة. هو والمساله بتنتهي على كده، وفجاه تلاقي الطفل كبر على كده بالظبط. يعني هو وهي المشكله كلها دكتور، هل هي مثلا اضطراب النمو بيتحدد فقط في قصر القامه ولا في حاجه تانية؟ لا، هو في حاجات كتير. يعني هو قصر القامة ده بيبين لنا النمو الجسماني. في أنواع تانية من النمو يعني مش كلها بتتأثر بالغدد الصماء. يعني مثلا في النمو العقلي مثلا. النمو العقلي ده مثلا أحد الأسباب الشهيرة ليه اللي هو نقص إفراز هرمون الغدة الدرقية. ودي بنسمع عنها في الأطفال البيبيهات اللي لسه مولودين، اللي بيتعمل لهم التحليل عند الولادة اللي مقترن بشهادة الميلاد. اللي هو شكة كعب الرجل اللي بيتشخص بيه نقص هرمون الغدة الدرقية، لأن لو ما تشخصش بدري وأخذ العلاج بدري في الأسبوعين الأولانيين من العمر ممكن لا قدر الله يحصل تخلف عقلي. فقد إيه الأسبوعين الأولانيين يعني في أول أسبوعين؟ هو ده في وعي بيه يا دكتور يعني مثلا؟ هو الحقيقة اللي في المشروع اللي عاملاه وزارة الصحة إن التحليل ده مقترن بشهادة الميلاد، ودي حاجة كويسة قوي. يعني هو كل ما اي حد رايح يعمل شهاده ميلاد لابنه او بنته لازم هيعمل التحليل ده. اللي هي مسحه لاي حد رايح يعمل شهاده الميلاد، وده بيبقى في الاسبوع الاول من العمر. اي حد بيلاقوا عنده خلل فورا بيبدا العلاج، بيتحول على استشاري غدد صماء. عشان كده الحمد لله ما بقيناش نشوف المضاعفات بتاعه الغده الدرقيه، لان العلاج بيبدا في الاسبوع الاول من العمر. فدي حاجه كويسه جدا. يعني هو لو عمل التحليل ده واكتشف ان في مشكله في الغده الدرقيه هو يدرك ده ولا مثلا؟ لا، هو بياخد يعني وزاره الصحه بتوجهه، بيجي له جواب وبيكلمه في التليفون باهتمام شديد. حاجه كويسه جدا جدا. والبروجرام ده من سنه 2000 ويعني بصراحه نجاح هايل. يعني كويس جدا جدا، مفيش حاله دلوقتي ما بتتعالجش وما بتاخدش العلاج، وفي كل انحاء مصر، في كل انحاء الجمهوريه، في الصعيد، في كل المحافظات. فيبقى في وعي بان هو ان شاء الله ما يكونش فيه مشكله في النمو زي ما حضرتك قلتي، النمو العقلي.
النمو العقلي. النمو العقلي وجسماني، يعني هو بيأثر على الاثنين. هرمون الغدة الدرقية مهم عشان النمو العقلي اللي هو الذكاء، والنمو الجسماني اللي هو الطول. فده برضو يعني حاجة مهمة جدا الحقيقة، والحقيقة ناجحة جدا جدا في مصر. طبعا هي دي حاجه كويسه جدا، يعني انا طبعا معلومه يعني ما اعرفهاش، بس هي معلومه يعني ان يكون عندنا الوعي ده حاجه كويسه جدا، ان انت بتتداركي بقى يعني حاجه قبل ما تحصل. قبل ما تحصل فدي حاجه كويسه جدا، والعلاج سهل ورخيص، وان حتى ان يبقى في علاج اصلا زي ما حضرتك بتقولي لاضطرابات النمو في كل بقى يعني زي ما قلتي في كل يعني اسباب، كل سبب ليه علاج، فده حاجه كويسه ان اي حد عنده مشكله مع اولاده ان هو حاسس ان هو عنده مشكله فيبقى عارف ان المساله سهله، محتاجه بس ان احنا يبقى عندنا وعي ان احنا بس نعالجها، ان احنا نعرف ان في مشكله في الحته دي. نشك الاول، نشك ان هو قصير، وده حاجه مهمه لما نلاقي زي ما قلنا يعني الحاجات اللي هنلاقيها، وبعدين نبتدي ناخد راي حد متخصص بحيث يوجهنا بقى هل فعلا هو محتاج ياخد علاج ولا هي حاجه بسيطه مش هتحتاج علاج. كويس جدا. طيب يعني انا عايز اسالك كمان على يعني خاصه مرضى الاطفال، مرضى السكر والغدد، ولكن بس اسمحي لي ناخد بس مداخله عشان يعني اسيبك تجاوبي ده براحتك. معانا ام احمد من القاهره. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك اهلا بيك، اتفضلي. لو سمحتي، انا عندي بنت ابني عندها 4 سنين ونص، وزنها 11 كيلو وطولها ساعتها 86 او 90 فبتزيد ببطء جامد، سنانها كلها فيها تآكل. وهي مولودة بفقرة حتة مكلكعة في ظهرها ناشفة، عظم على بعض، بيقولوا الدكاترة بيقولوا عليها فقرة منشقة. وأبوها طوله 170 ومامتها 160. ما عندناش حد في العيلة قصير. طيب حبيبتي البنت تشوف وشها ملامحها صغيرة خالص. ما تقوليش حتى عندها سنة ونص أو سنتين. تمام هنعمل إيه؟ والله يا دكتورة لفينا ما خلينا مستشفى في مصر. تمام. وراحوا بيها التأمين الصحي، راحوا بيها. هي اتولدت وزنها كام عند الولادة وهي بيبي مولودة؟ كانت قليلة ولا كويسة؟ كانت قليلة. كام بقى؟ أقل من 2 كيلو ونص؟ ممكن 2 ونص أو أقل كمان. تمام. مش فاكره بالظبط. تمام. بس والله يا دكتور الله يبارك لك في ديني، نروح بها فين؟ ولا تأمين صحي. تمام. هقول طيب. مش عارفين نروح بها نفق الدوله ولا نروح على دكاتره بيقولوا لنا ان علاجها غالي جدا. طيب هيقدروا تجيبوه، فانا مش عارفه نروح بها فين. هترد عليكي حالا، هترد عليك. اشكرك جدا. معانا ام ممدوح. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتوره وفاء؟ اهلا بحضرتك، اتفضلي. دايما تجيبي لنا برامج جميله وبرامج شيقه. الله يكرمك. انت جميله وبرامجك جميله وزي العسل. الله يخليك، الله يخليك يا ستي، الله يخليك. ربنا يوفقك، ربنا يوفقك. ربنا يكرمك يا امي، اتفضلي. انا عندي بنتي مولوده بالسكر. مولوده بالسكر، هي عندها سنتين. ايوه. وبعدين لا بتاكل ولا بتشرب، عايشه على العصير اللي هو العلب ده. وهي مريضه سكر، ومامتها مريضه سكر. أيوة. والدها وير سكر، ولا بتكبر ولا بتتكلم ولا بتنطق، وعندها سنتين. عندها سنتين. طيب ومش عارفين نعمل معاها ايه خالص. حاضر، هترد عليك. الله يبارك لك يا رب، قولي لنا نعمل لها ايه بقى. قلب الله عليك. حاضر حاضر يا امي، هترد عليك الله. الدكتور اشكرك جدا. معانا منى من المنوفيه. الو منى. ايوه اتفضلي. لو سمحتي يا دكتوره، انا كان ابني موجود 21/10 تمام، وقالوا ان في مشكله في عينه الكعب يعني. تمام. وعملنا التحليل في المعامل المركزيه اللي هي بتاعه القاهره. ممتاز. وطلع الاف تي 4 ايوه 15 و69. تمام. والتي اس اتش 14 و42. تمام. وقالوا لنا هنعيد التحليل تاني بعد حوالي 12 يوم. كويس. وفعلا عدناه، والاف تي 4 طلع 19 و99، والتي اس اتش طلع 3 و43. طلع النسبه بتاعت التي اس اتش قلت. طب الحمد لله خفت. الحمد لله. كده ما يبقاش في اي مشكله خالص، لازم. كانت حاله مؤقته وراحت الحمد لله. يعني معظم الحالات بتبقى مؤقته. يعني مش محتاجه ان احنا نحدد ولا اي حاجه كده. ممتاز. حاجه خالص ولا حاجه خالص، يعني اصلا موضوع موترني جدا يعني. ايوه عشان موضوع الذكاء وكده، بس لا ما تقلقيش خالص كده، الموضوع ان شاء الله خلص خلاص. تمام. يعني ماشي. هو وزنه كان ساعه الولاده 3 ونص، والحمد لله لما متابعين مع الدكتور وكده قال لي ان وزنه دلوقتي 5
و300 كده كويس يعني، قال لي هو وزنه كويس، بس انا اللي مقلقه ان انا خايفه النسبه بتاعت السي اس اتش تعلى او تقل بسبب. ان شاء الله ان شاء الله الدرجات اللي وصلت لها دي خلاص يعني باذن الله خلاص، كانت حاجه مؤقته وراحت. ماشي، اشكرك جدا يا منى، اشكرك. طيب بالنسبه للحاله الاولانيه، طيب بالنسبه للحاله الاولانيه هي عندها كذا حاجه. اولا احنا دايما بنقول الطفل اللي اتولد عند الولاده وزنه اقل من 2.5 كيلو عرضه اكثر من باقي الاطفال انه يكون عنده قصر قامه وانه يكمل بعد كده بقصر القامه ده، فهي عندها الموضوع ده، هي بتؤكد ان هي اتولدت وزنها اقل من 2.5 كيلو. دي نقطه. النقطه الثانيه برضو بتقول عندها تاكل في الاسنان ومشاكل في العظام، ودي برضو ليها علاقه بقصر القامه، لان في حاجه مهمه قوي في جسمنا اسمها فيتامين د. فيتامين د ده هو فيتامين وهرمون في نفس الوقت. ايوه، ربنا بيديهولنا حاجه كده من عند ربنا من الشمس. يعني التعرض للشمس نص ساعه كل يوم بتصنع فيتامين د في الجلد. سبحان وفيتامين الله. دال ده هو اللي مسؤول عن ترسيب الكالسيوم بطريقه طبيعيه في الاسنان وفي العظم، وبالتالي النمو بطريقه سليمه. فهو هي محتاجه تعمل تحليل فيتامين دال يتشاف برضو ان كان في نقص ولا لا، وتحليل كالسيوم عشان سنانها المتاكله وعظمها اللي فيه مشاكل. وبرضو جزء من المشكله ان هي اتولدت وزنها اقل من 2.5 كيلو. عاده الاطفال اللي بيتولدوا اقل من 2.5 كيلو بنديهم فرصه لغايه سن 3 سنين، لان في جزء أكتر من 90% بيشد وبيبقى طبيعي، وجزء تاني 10% ما بيشدش وبرضه بيحتاج ياخد هرمون النمو وبيستجيبوا عليه كويس جدا. كويس قوي، يا ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. يعني حتى تقعد كل يوم طب في الشمس ده يأثر يخليها، ده بيحسن، بس لازم تقيس، لأن هي لو فيتامين د ناقص جدا هتحتاج تاخد علاج مش بس شمس، يعني الشمس دي لو أنا عايزة بصورة طبيعية أصنع فيتامين د في الجسم. وبرضه طبعا منتجات الألبان وصفار البيض والخضروات اللي لونها اخضر، كل دي حاجات غنيه جدا بفيتامين د. وفيتامين د مش بس عظم واسنان، ده هو له افكت على المناعه وعلى المود وعلى حاجات تانية كتير جدا. عشان كده حتى يعني هو فيتامين، بس هم قالوا سموه هرمون لان لقوا ان له بيمشي في الدم وله تاثيرات كتيره جدا في الجسم يعني. وهي عندها حاجه بقى ان هي اتولدت وزنها اقل من 2.5 كيلو، فهي المفروض تتابع مع دكتور يحطها على حاجه اسمها منحنيات النمو، ودي بتبقى عباره عن منحنى كده بيحط الطول بالنسبه للسن والوزن ويتشاف هل هو طبيعي، هل المنحنى بيتحسن، هل المنحنى بيسوء، وعلى ضوء ده يتقرر ان كانت هتحتاج تاخد هرمون النمو ولا لا. كويس جدا. طيب وهي كانت بتسال هل في علاج في التامين الصحي؟ ايوه، هرمون النمو برضو دي من الحاجات الكويسه قوي عندنا في مصر. هرمون النمو اللي له تامين صحي بيصرف هرمون النمو ولكن بشروط. يعني مش اي حد وخلاص، يعني هو لازم يكون فعلا على المنحنى عنده قصر قامه، لازم يكون قايس هرمون النمو بتحليل دقيق بالمحفز وطالع هرمون النمو قليل، يعني شويه شروط معينه. يعني يتابع مع دكتور الاول بعد كده تروح بيه على اساس ده بعد كده بيتحدد ان هو يصلح ان هو ياخد هرمون النمو ولا لا. طيب كويس قوي، يعني كويس ان احنا عندنا والله يعني، لا احنا عندنا حاجات كويسه قوي، عندنا يعني حاجات كويسه وعندنا وعي وعندنا يعني تطور حلو، لا مشاريع هايله يعني، والله وبتخدم عدد كبير من الناس ومنظمه جدا ويعني كويسه قوي، بس ممكن تبقى الناس مش عارفاها. ايوه، فكويس قوي ان حضرتك بتقولي يعني هي تقدر تروح بعد كده تاخد العلاج من خلال بس بعد ما تعمل التحاليل. بالظبط. طيب ست ام ممدوح حفيدتها عندها سكر، هي من الواضح ان عندها، ده بقى يخلينا نتكلم عن السكر بالمره. تمام. هي بتقول اولا ان الام عندها سكر، وان البيبي بعد ما اتولدت بحاجه بسيطه عندها سكر برضو. فهو زي ما حضرتك قلتي، فهو سكر وراثي. السكر انواع، في عندنا نوع بنقول اللي هو النوع الاول اللي هو تايب 1 زي ما حضرتك قلتي، وفي النوع الثاني اللي هو تايب 2 اللي هو اكتر في الكبار، بس ابتدينا نشوفه في الاطفال بعد ما انتشرت السمنه، ابتدينا نشوف النوع الثاني في الاطفال وفي سن كمان يعني صغير. وفي نوع بنقول عليه اللي هو الوراثي، اللي هو ولا هو النوع المناعي الاول ولا هو النوع بتاع السمنه اللي هو النوع الثاني، وده اللي بيحصل فعلا في الاطفال الصغيرين اللي لسه مولودين زي ما هي بتقول كده بعد ما اتولدت بحاجه بسيطه. الاطفال اللي في السن ده بيحتاجوا ياخدوا جرعات كتيره من الانسولين شويه، بياخدوا نوعين من الانسولين، نوع بنسميه طويل المفعول اللي هو بيتاخد مره او مرتين في اليوم وملوش علاقه بالاكل، وبياخدوا نوع تاني من الانسولين بنسميه سريع المفعول اللي هو المائي، وده بيتاخد مع الوجبات. يعني تاخد حقنتين في اليوم؟ لا، بتاخد 3 مرات مع الـ3 وجبات سريع المفعول اللي هو مثلا فطار وغدا وعشاء، ومره واحده اللي هو المعكر او الطويل المفعول بالليل قبل النوم، ودي ملهاش علاقه بالاكل. هي بتقول البنت مش بتنمو كويس، غالبا هو السكر مش مظبوط وما بتاكلش كويس، عايشه على فهي عندها سوء تغذيه
ولو السكر مش مظبوط وده بنعرفه عن طريق تحليل الهيموجلوبين التراكمي اللي هو بنسميه هيموجلوبين A1C اللي هو التراكمي اللي بيحدد السكر في الجسم في اخر 3 شهور. لو ده عالي يبقى البنت مش هتنمو بطريقه سليمه. يبقى انا في حاله زي دي انا محتاجه اظبط التغذيه بتاعتها واظبط السكر بتاعها. هما دول الحاجات اللي هتخليها تنمو بصوره يعني كويسه. يعني السكر اللي يتظبط ممكن تبقى طبيعيه، هتبقى كويسه جدا وتنمو بطريقه طبيعيه ومش هيحصل اي مضاعفات. زائد التغذيه بتاعتها لازم نزود وزنها ونحسن نوعيه الاكل اللي هي بتاكلها. تمام. طيب ناخد كام مداخله، عايزين نتكلم بعد كده لسه عايزين نتكلم عن السكر الاطفال. معانا مين؟ معانا حسام السويس. الو. ايوه طبعا. بعد اذنك اختي، بس معايا المدام هي هتكلم الدكتور. هي معاك. اتفضل اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بس عايزه اسال الدكتوره، بس معايا طفل مريض سكر عنده سنتين. ايوه. هو جاله بعد سنه ونص، بعد ما ختمته سنه ونص على طول. تمام. ايوه. فهو على طول ملخبط والسكر مش مظبوط، وبديله زي ما الدكتوره كانت بتحكي دلوقتي بفطار وغدا وعشاء لمسه السريع، وبديله مره واحده بالليل اللمسه دوت الساعه 8 بالليل. ايوه تمام. بس هو على طول السكر عالي، ساعات بيعدي ال 600. يعني هو على طول بدخل بيه على طول مستشفى وعناية مركزه، وعلى طول بيتعب يعني. يا اله الا الله. انا عاوز اسال الدكتوره يعني اظبطه ازاي؟ اتوجه ليه يعني؟ هو بس حضرتك ما بتغيريش الجرعات على حسب وزنه وحسب قياسات السكر، لان كونه يوصل 600 دي معناها ان هو معظم الوقت مش مظبوط، الجرعات مش كافيه في جسمه. هو فعلا مش مظبوط على طول. لا قصدي اقول لحضرتك هي الجرعات بتتحسب على حسب وزنه وبتتقسم على اليوم، يعني ما ينفعش الجرعات اللي بدا بيها يفضل مكمل لانه بينمو ووزنه بيختلف. انا والله ما تابعتش مع دكتور، انا كنت على طول كل لا حضرتك لازم تتابعي، لان ما ينفعش من سنه ونص يفضل ماشي على نفس الجرعات. لا هو محتاج يعمل تحاليل دوريه والجرعات تتظبط بالنسبه لسنه وبالنسبه لوزنه. تمام. ايوه حضرتك هم بس بيقولوا لي لازم تتحجزي في المستشفى وتتابعي وتحاليل، ويعني لازم يا دكتوره اروح. هو حضرتك لو السكر واصل 600 في بيبي صغير هيحتاج يتحجز في مستشفى عشان ما يحصلش حموضه في الدم زي ما اكيد حضرتك عارفه. فعلا جات له قبل كده كذا مره حموضه في الدم. لان الحموضه دي بتبقى خطيره جدا. ربنا يشفيه. هو دكتور معاه تاني حاجه تاني، انيميا الفول مع السكر. لا دي صدفه، هو الحقيقه انيميا الفول ملهاش علاقه بالسكر، هي صدفه بس عنده. هم بيقولوا الاثنين مع بعض. معلش بس يعني هيمشي على الموالع بقى بتاعت الانيميا. يعني حضرتك انا اتابع معاه ولازم انظم. لازم حضرتك تتابعي له السكر وتتظبط الجرعات حسب وزنه وحسب استجابته وقياسات السكر بتاعته. تمام تمام. ربنا يشفيه ويعافيه. معانا مين؟ معانا مين؟ معانا نسمه من الشرقيه. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا عندي بنتي عندها 7 سنين. فانا اكتشفت اللي هو الجروس هرمون اللي هو هرمون النمو. وهي عندها 6 سنين وشويه، يعني من كام شهر كده تقريبا. فرحت للدكتور بره فحاولني اعمل تحليل دم شامل، ورحت تبع التامين وحاولوني ان انا اعمل تحليل بره، فطلع عندها نسبه النقص في الدم الجديده، يعني اللي هو نسبه الهرمون طلعت بضعف. فلما رحت تبع التامين ادوني تاجيل 3 شهور متابعه في 3 شهور متابعه. الثلاث شهور التانيين قالوا ان هي طولت 2 سم، كانت 111 بقت 113. ودلوقتي لما تابعت مع دكتور بره عشان سوء التغذيه اداني نوع علاج اسمه برواي مع كوبايه حليب الصبح وكوبايه حليب بالليل، وزادت من يعني زادت في اسبوعين 2 كيلو. طيب سؤالك يا نسمه. انا عايزه اعرف هي هل هي كده بتتحسن هتاخد علاج الهرمون تبع التامين ولا لا؟ طيب هترد عليكي دكتوره حالا. ماشي ماشي اشكرك. معانا مين تاني بالمره عشان نجاوب مره واحده؟ معانا امير من الجيزه. عماد. معانا عماد من الجيزه. الو. الو. ايوه 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 اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مدام عليا. اهلا اهلا بيك اتفضلي. اهلا وسهلا. بس بنتي عندها 7 سنين. وكنت كانت مولوده سنها يعني وزنها كويس، عندها كنت مولوده عندها حوالي 6 كيلو. فمن ساعة ما اتولدت والوزن بينزل بطريقة يعني جامدة، يعني من بداية ما اتولدت. فأنا بعمل لها التحاليل وكده، فالدكاترة بتقول ما عندهاش أي حاجة غير هي الدودة بتيجي من المعلبات. طيب تمام. سؤالك طيب؟ بس أنا مش عارفة بقى هل فعلا موضوع نزولها في الوزن ده، دلوقتي هي حوالي 19 كيلو.
وهي عندها 7 سنين يعني. طيب هترد عليكي الدكتوره حالا. تمام اوكي شكرا جدا. طيب الحاله الاولانيه اللي هي عندها 7 سنين وتشخصت بنقص هرمون النمو عند سن 6 سنين. هي بتقول انها راحت التامين الصحي. زي ما قلت للساده المشاهدين، هو التامين مش بيقدر يغطي كل حالات قصر القامه في مصر، لان احنا عددنا كبير. هي في مواصفات معينه يجب ان تستوفى في الحاله اللي رايحه قبل ما يبداوا يصرفوا هرمون النمو، لانه علاج مكلف جدا. صعب جدا كل حالات قصر القامه تاخد هرمون النمو. فهي ممكن تكون لسه ما وصلتش للدرجه، النقطه اللي على المنحنى اللي عندها بيبدا التامين الصحي العلاج المجاني اللي هو بهرمون النمو. دي حاجه. وممكن يكون بيقيموا حاجة اسمها سرعة النمو. يعني إيه سرعة النمو؟ يعني كل طفل مطلوب منه يجيب عدد سنتيمترات في السنة حسب سنه وحسب نوعه وحسب هو طفل ولا في مرحلة المراهقة. فهم بيبدأوا في الأول بأنهم يشوفوا سرعة النمو دي قد إيه. لو الطفل بينمو بصورة سليمة، وأعتقد هي قالت إن هم قالوا لها إن البنت طولت في الفترة دي، بيصبروا على أنهم يدوا هرمون النمو لغاية ما تقع على النقطة اللي على المنحنى اللي هي ساعتها بيتصرف عندها هرمون النمو. فدي غالبا هو ده التفسير. يعني ليه هي ما خدتش اول ما هي بتقول هي كده في تحسن ولا لسه؟ هي بتتحسن، كون انها بتطول لوحدها ولسه ما خدتش هرمون النمو معناه ان هي سرعه النمو بتاعتها ماشيه كويس، فهي عشان كده ما بداتش تاخد يعني هرمون النمو. تمام تمام. والمتصله الاخيره ان هي الحاله الثانيه اللي هي كانت بتقول عندها تقريبا سوء تغذيه. هي لازم تصلح حاله التغذيه، الوزن بتاع البنت. هو طبعا صعب الديدان لوحدها تتسبب في انها تفقد وزن كتير يعني قوي. هو ممكن تبقى رفيعه، ممكن تبقى وزنها قليل، وفي الحاله دي بتعالج الديدان على حسب نوعها، لان في انواع كتيره جدا من الديدان. على حسب كل نوع بيطلع في تحليل البراز بندي العلاج المناسب حسب نوع الديدان دي. وبرده تحسين الحاله الغذائيه بتاعتها. يعني بس من الواضح ان هي ما عندهاش مشكله في الطول، ده اللي انا فاهماه منها، وبالتالي احنا كده مش ناحيه الغدد الصماء. هي بتتكلم بتتكلم في الوزن وزن بس. فالوزن بس، تحسين الحاله الغذائيه، ونتاكد ان ما فيش مشاكل في الامتصاص بتاع الاكل والامعاء. وانها بتاكل تغذيه سليمه، ويتعالج الديدان حسب نوعها اللي في التحليل. انا عشان كده كنت بسال حضرتك، هل النمو فقط مرتبط بالقامه ولا مرتبط ايضا بوزن الجسم؟ هو مرتبط بوزن الجسم، ولكن الغدد الصماء بتاثر لازم على القامه. يعني ما ينفعش يجي لي حد مشكلته في وزنه بس وانما طوله طبيعي اقول ده خلل في الغدد الصماء، لا، غالبا هتاثر على الطول، وبرده ممكن تاثر على الوزن. بيبقى ده وده. بيبقى ده وده. واحيانا بيكون الوزن زياده، يعني مثلا مريض الغده الدرقيه بيتخن وما بيطولش. يعني يجي مليان جدا جدا تخين، الام حتى تؤكد انا ابني ما بياكلش كتير، انا ابني ما بياكلش زي كل الولاد، ومع ذلك عمال يتخن على طول، لان هي مهمه للحرق. هرمون الغدة الدرقية مهم عشان الحرق في الجسم، وبالتالي لما بيبقى قليل الطفل ده بيتخن جدا جدا وما بيطولش. وللأسف الطفل ده ممكن يقعد يلف كتير قوي على دكاترة الدايت ويعمل رجيم وما بيخسش، وهو عمره ما هيخس إلا لما يعالج السبب اللي هو نقص هرمون الغدة. يعني لما يكون حد عنده طفل بيتخن وحاسس ان هو ما بياكلش كتير وكده، يعرف ان دي مشكلة في الغدة، لازم يشوف الغدة، لازم يعمل تحليل. بالظبط. طب برضو الناس يبقى عندها وعي ازاي يا دكتور ان هي تبقى شايفه ان ابنها يعني كويس قوي ان الناس بتتنبه ان الطفل عنده سنتين او عنده اكتر وعنده اقل شويه وعنده سكر، يتنبهوا ازاي ان الطفل ده عنده سكر؟ طيب، هي الحاجات اللي هي العاديه كده، برضو الطفل ده بيبتدي يشرب ميه كتير جدا عن العادي بتاعه. عايز يشرب على طول، بيدخل التويلت على طول، التبول بيبقى على طول، بيشرب وبيدخل الحمام كتير، يبتدي يفقد وزن مع انه بياكل كويس. يعني الام تقول بياكل بس مش باين عليه، عمال يخس. برضو خلل في المناعه والتهابات مستمره وعايا مستمر، وفي البنات بالذات بيجي لهم التهابات كتير. كل دي حاجات تخلي الاهل برضو يشكوا. وفي الحاله دي الموضوع سهل جدا، عينه بول يتعمل تحليل بول يتشاف فيها السكر ويتشاف فيها الاسيتون، وتتسحب عينه دم سكر صايم وبعد الاكل بساعتين، بسهوله جدا جدا اي ام تشك. وفي امهات الحقيقه شاطرين جدا، لما يشكوا بيروحوا حتى الصيدليه بالجهاز يقيسوا السكر بتاع اطفالهم، ان هم حاطين في دماغهم الاعراض دي فعلا، وبيلاقوا السكر عالي وعلى طول بيبداوا العلاج. كويس. يعني هي سهله، هي حاجه سهله جدا. يعني بس ممكن يبقى اطفال اصغر من اللي هو يقعد ياكل ويخش التويليت، يعني ممكن طفل لا، هو لو بيبي صغير الام هتلاقي ان البامبرز بيتملي بسرعه غريبه. يعني الام العاديه لو هتغير مثلا للبيبي ده كل 4 ساعات ولا كل 5 ساعات، هتلاقي ان البامبرز على اخره مليان بول
في ظرف حاجة بسيطة، ده هي لسه ملبسة البامبرز والبامبرز منفوخ على الآخر ومليان بول، والطفل ده بيعيط على طول وعايز يرضع على طول، مش مبطل عياط، عمال يرضع كتير وعمال يعمل بول كتير في البامبرز، فبرضه هي هي تقريبا فهي يعني. هي بس بطريقة تانية غير الطفل الكبير اللي هو أصغر شوية على طول بيروح. تمام. معانا نسمة. نسمة من القاهرة. نسمة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الدكتورة؟ اتفضلي. حضرتك أنا بنتي بديها الحوار بتاعت الهرمون، تمام، بقالها دلوقتي سنة، داخلها لها سنة يعني، تمام، وعندها 13 سنة، تمام. الأول كانت بتاخد حقنة واحدة في كل يوم واحدة، أيوة. بعد كده الدكتورة قالت لي أديها حقنة وربع، تمام. فدلوقتي هي بلغت، فلو أنا برضك مكملة على الحقن الدكتورة قالت لي كملي عادي، فده ما يأثرش على حاجة بعد كده؟ تمام، هجاوب على حضرتك. طيب هتجاوب عليك، أشكرك جدا، تفضلي. طبعا هي أثرت نقطة مهمة جدا، البلوغ. احنا دايما بيبقى الوقت ضيق اكتر في الاطفال، او مش في الاطفال بقى، في المراهقين، يعني بعد سن 11 القصه مختلفه تماما عن قبل سن 11. احنا وهو طفل صغير قدامنا وقت طويل والعظم مفتوح ونقدر ندي هرمون النمو على مدى سنين. انما لما بنبدا ندخل في مرحله البلوغ، خاصه لما يكتمل البلوغ في الولد او البنت، بيحصل ان انغلاق للعظام، ان العظم بيقفل، ودي بنعرفها باشعه بنعملها على كف الايد، بسيطه جدا. تمام. كف الايد الشمال بنعمل اشعه، لما نلاقي ان العظم قفل خلاص مش بندي هرمون النمو، لان كده بيبقى خلاص اكتمل. هي بتقول ان البنت بلغت، حتى وان كانت بلغت هي تستطيع انها تكمل على هرمون النمو، ولكن لازم تتابع بالاشعه دي، الاشعه البسيطه جدا دي اللي هي على كف الايد الشمال. لو لقت في اي وقت ان الاشعه دي خلاص العظم قفل، خلاص هتوقف هرمون النمو، ويبقى هو ده الطول النهائي بتاع البنت. تمام. معانا مين؟ معانا مين؟ الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فاطمه اتفضلي. فاطمه من السيس. اهلا بيك، اتفضلي. لو سمحت، عندنا طفلتين هم يعني ورا بعض، مش توائم ولا حاجه، بس عندهم اللي هو العظم الزجاجي. ايوه. فابننا فيهم يعني اترفوا اهاليهم اللي قدامهم واللي وراهم. وكل يعني كل اسبوع تأكسر وعوجاك في العمود الفقري وفي الرجلين وفي الرجلين، فده حله ايه؟ طيب هو عمرهم قد ايه؟ 5 سنين وثلاث سنين. 5 سنين وثلاث سنين. طبعا بيكبروا، وده يعني حالة نفسية بالنسبة لهم والنسبة لوالدتهم بقى، ان هي تشيلهم وكده، لان بتشيلهم لازم بحرف. اي حركة بتكسر عظمهم، يعني بمجرد لو بتلبس كتف العظم بيتكسر. لا 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 الله. طيب. منى الشد ونادى الشد. ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب. يا رب. ماشي. عايزين نعرف من الدكتوره لو في اي علاج او اي يعني حاجه ممكن تحسن. طيب حاضر. حاضر، ترد عليك. السلام عليكم. السلام وبركاته. في حد ناخده ولا نرد على اللي معانا؟ منى من اليوبيه. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت ممكن اكلم الدكتوره؟ دكتوره معاكي، اتفضلي. طب حضرتك، انا عندي بنتين عندهم السكر اللي هو من الدرجه الاولى، واحده عندها 14 سنه وواحده عندها 4 سنين. تمام. بديها المعكر اللي هو اللانتوس الصبح. تمام. عايزه اشوف انه احسن يشتغل الصبح ولا بالليل. تمام. طيب حاضر. تمام. ربنا يشفيهم ويعافيهم. طيب معانا حد تاني دلوقتي ولا نجاوب؟ ماجده من المنوفيه. ماجده. ايوه حضرتك. ايوه اتفضلي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عندي بنتي عندها 10 سنين. طولها 120 ووزنها 26. بس بالنسبه لزمايلها بحس انها اقصر منه. بس بتاكل كويس والذاكره عندها كويسه جدا. باباها ومامتها قصيرين ولا كويسين؟ لا، امثالي قصيرين، يعتبروا قصيرين يعني. قصيرين. طيب هترد على حضرتك. ماشي. طيب نرد على 3 اسئله. ناخد واحد واحد. اول حاجه موضوع العظام الزجاجي. الزجاجي. العظام الزجاجية دي أولا من اسمها كده، هو العظم فعلا زي الإزاز. زي الإزاز بيتكسر من أقل حاجة، إلى درجة إن الأهل بيبقوا مش قادرين يشيلوا الطفل ويلبسوه ويدخلوا إيده في كم الـ الهدوم. مش قادرين يحموه، مش قادرين يقعدوه، من كتر ما أحيانا الطفل لو مسك حاجة أو حد مسكه ممكن يتكسر في إيديهم. يا الله. هو مرض وراثي بيبان جدا، خصوصا لو في زواج اقارب يعني، او لو الاب والام قرايب، بس احيانا بيحصل، مش لازم يكونوا قرايب، وبتبقى زي ما هي شرحت كده، هم عندهم 2 هي عائلات من العظام الزجاجيه.
في منها انواع كتيره جدا جدا، انواع بسيطه وانواع شديده بتتراوح على حسب الاساس فيها هو الهشاشه الشديده في العظام. ان العظم ده مش بيترسب عليه كالسيوم وبالتالي بيتكسر بمنتهى السهوله، وبعد ما يتكسر يحصل اعوجاج يقوم يؤدي الى تشوهات في العظام، والاطفال دول لو ما تعالجوش ما بيقدروش يمشوا ويتحركوا بعد كده زي بقيه اقرانه. سؤالها التاني، في علاج؟ اه الحمد لله بقى في علاج، وعلاج كويس جدا كمان. العلاج ده عباره عن نوع من المحلول بيتعلق بالوريد كل 6 شهور، وظيفته انه ياخد الكالسيوم ويرسبه على العظم، يقوم العظم ما يبقاش هش، ما يبقاش زجاجي، يبقى قوي، يقوم الاطفال دول يبطلوا يتكسروا. ففعلا الحمد لله بقى في علاج. يمكن من 7 سنين ما كانش في علاج. كانوا الاطفال دول يتقال لاهلهم حافظوا عليهم، ما تخليهمش يتحركوا، اوعوا يتكسروا في ايديكوا. لا دلوقتي الحمد لله في علاج، وفي علاج هو يعني هو الطفل المريض ما بيتحركش اصلا، هو لو اتحرك هيتكسر، لو اتحرك حركه عاديه هيتكسر. يا الله. يعني ممكن لو جه، يعني انا فاكره عيان مره جه يمسك تفاحه ايده اتكسرت وهو بيمسك، يعني من كتر ما هو مش قادر يمسك، لو مسك الحاجه يتكسر، لو مشي، لو وقع يتكسر، لو حد مسكه جامد يتكسر، او عادي حتى. بس هو يعني هو يقدر يتحرك بس ممكن يتكسر. مش كل الانواع، في انواع بسيطه بيقدر يتحرك، والانواع الجامده ممكن ما يقدرش يمشي خالص ولا يتحرك ولا يسحف، بيبقى عندهم مشاكل تانية كتير في السنان ومشاكل تانية كتير. بس يعني الحمد لله ان الحمد في لله في علاج، وعلاج كويس جدا جدا. بيجيب نتائج ممتازه جدا في الاطفال دول، وفي منهم ناس كانوا ما بيتحركوش بقوا يمشوا، بقوا يتحركوا. طب هي يعني هم العلاج ده معروف، هي ازاي ما عرفتش توصل للعلاج؟ هو مش ناس كتير الحقيقه يعني يعني مركزه في موضوع العظام الزجاجيه ده، هو مرض مش كتير، مش المرض الشائع يعني، مش زي السكر مثلا اللي احنا بنتكلم عليه. فبرضه مفيش وعي كويس، فيمكن مفيش وعي، ناس كتير قوي بتشخصهم غلط على انهم لين عظام او نقص كالسيوم عادي ويدوهم كالسيوم وخلاص. انما لا، القصه كلها في المحلول اللي بيتعلق. ايوه بنديهم كالسيوم وبنديهم فيتامين د، بس لازم ياخدوا المحلول اللي بيرسب الكالسيوم على العظم، والحقيقه بيجيب معاهم نتائج ممتازه، حياتهم بتتغير. طب هي تتوجه بقى لمين يا دكتور؟ يعني هي مفيش حاجه معينه، حد برضو استشاري غدة صماء متخصص. طيب خلاص، احنا ممكن نوصلها برضو بحضرتك لو تقدري يعني تقولي لها العلاج ايه ان شاء الله بعد الهوا، مفيش مشكله نديلها. بس ان شاء الله في علاج، وعلاج كويس كمان. كويس قوي، كويس. طيب والحاله الثانيه كانت الحاله الثانيه كانت مريضه السكر اللي هي بتاخد اللانتوس اللي هو الانسولين الطويل المفعول، بتسال في ناس بتقول خدوه الصبح وفي ناس بتقول خدوه بالليل. هو الأشيع والأكثر يعني معرفة إن اللانتوس اللي هو الإنسولين الطويل المدى بيتاخد بالليل. ولكن لو الطفل قالب يومه من النوع اللي هو سهران وقاعد بعد كده طول الصبحية، العكس يعني عكس ما الناس بتعمل، ساعتها بندي اللانتوس الصبح. أو لو عايزين، هو اللانتوس ده بيشتغل 24 ساعة. لو أنا عايزة أستفيد بأول 12 ساعة اللي هم أقوى 12 ساعة وهو صاحي وبياكل، يبقى هبتدي بيه. لو العكس يبقى هديه بالليل. هو على حسب، انا على حسب طبيعه المرض. بس الاكتر والاشياء انه بيتاخد بالليل. طيب والحاله الثالثه اللي هي كانت عندها بين بنتين عندهم سكر، الحاله الثالثه كانت هي فكروني يا شباب، الحاله الثالثه كانت عندها ايه؟ لا يعني للاسف نسيت، احنا قلنا لازم الحاله الثالثه اللي هي كانت عندها قصر قامه وبتاخد هرمون النمو تقريبا. اعتقد كده، انا مش لا الاب والام قصيرين. ايوه الاب والام قصيرين. هي الحاله دي يعني على ما اعتقد، طبعا انا مش، هي كلمه قصيرين دي ليها بتقول بتاكل كويس بس طولها يعني هو لو الاب والام قصيرين يبقى ده اسمه قصر قامه وراثي، وفي هذه الحاله بيتحسب حسابات معينه بتعرفنا ان الطفله دي بتقع في الرينج الوراثي بتاع باباها ومامتها. تمام. بس برضو الافضل ان الطفله دي يتقاس طولها كويس ووزنها، وتتحط على المنحنى بتاع النمو، يتعرف درجه قصر القامه ايه بالظبط، ويتعمل تحاليل نتاكد. يعني احنا ما نقولش وراثي كده على طول الا لما نعمل حاجات نتاكد بيها فعلا ان مفيش مشاكل عضويه، لان لا قدر الله ممكن يكون مثلا امراض مزمنه ممكن تكون هي السبب، زي ما قلنا سوء تغذيه، يعني خلل في غدد صماء زي الغده الدرقيه وهيبان. يعني مش لازم على طول اقول وراثي الا لما اتاكد ان الحاجات الثانيه مش موجوده. يعني كويس جدا. طيب احنا تقريبا لسه عندنا مداخلات كتيره واسئله كتيره، بس نطلع يعني نطلع فاصل، بعد الفاصل نستقبل كل مداخلاتكم، ونحاول بقدر الامكان ان دكتوره رشا يعني تلم كمان كل المعلومات اللي انتم ممكن تقدروا تعرفوها، ويكون فيها توعيه كويس عن امراض السكر والغدد الصماء ومراحل النمو. نطلع فاصل ونرجع تاني.
رجعنا لكم تاني ولسه مكملة معانا دكتورة رشا طريف أستاذ طب الأطفال واستشاري الغدد الصماء والسكر، واتكلمنا تقريبا عن يعني هي عرجت بشكل وبآخر عن مراحل النمو وعن مرض السكر وعن قصر القامة، يمكن بشكل ممكن يكون مش مفصل قوي ولكن خدنا الملامح الرئيسية. والحمد لله أنا شايفة كتير من مشاهدينا عندهم وعي، وقد ايه ممكن كمان الواحد بيكتشف ان كل الامراض اللي كان بيسمع عنها ان هي بقى ليها علاج، فدي حاجه كويسه جدا. وزاره الصحه بتقدم حاجات كويسه، فبرضو لما يكون في حاجه كويسه نقول في حاجه كويسه ونقول فعلا ان في تطور، يعني حاجه هي موجوده وفي نفس الوقت ليه ما نفرحش بيها. يعني يا رب فعلا يكون يعني ربنا يشفي كل مرضانا وبالذات اطفالنا يا رب، ما يكونش ابدا فيهم مريض. دكتوره رشا كنا بنتكلم عن اتكلمنا عن قصر القامه وكده، هل في اسباب معينه لقصر القامه؟ يعني ممكن الطفل ده، غير لو حضرتك قلتي يعني شرحتي بشكل كده سريع عن الاسباب بتاعتها، ولكن لو احنا قلنا في اسباب معينه ممكن الناس تتلاشاها، ان اللي ممكن الناس تعرفها ده حاجه. الحاجه الثانيه زياده الوزن، الاطفال المصابه بوزن كبير برضو ده ممكن بيعرضهم لايه ويكون ايه اسبابه برضو؟ تمام. اول حاجه اسباب قصر القامه زي ما قلنا ان في عوامل مهمه ليها علاقه بالنمو السليم، هي دي العوامل اللي لو حصل فيها مشكله هيبقى في قصر قامه. قلنا الاسباب الغير مرضيه اهمها قصر القامه الوراثي، ان الاب او الام او حد في العيله ايا كان يعني قصير والطفل ده اخذ منه الجين الوراثي بتاع القصر يعني. تمام. ده اشيع الاسباب طبعا. في برضو زي ما قلنا سوء التغذيه من الحاجات المهمه جدا واللي كتير واللي الناس مش واخده بالها منها، ان الطفل ياكل بطريقه سليمه مش بطريقه كتيره، لا انه ياكل صح. ما نفرحش يعني ان اولادنا ياكلوا كتير ويبقى الطفل مقلبز بالظبط، يعني زي ما هنقول على السمنه بعد شويه. فمهم جدا التغذيه السليمه، الاكل الصحي، انه ياخد منتجات البان وياخد بيض وياخد بروتينات زي لحمه وفراخ واسماك، ويتعرض للشمس بطريقه صحيه عشان يصنع فيتامين د في جسمه زي ما قلنا. الحاله النفسيه بتاعه الطفل اللي بيتعرض لضغط نفسي، وطبعا طبعا حاجه كبيره جدا بقى اللي هي خلل الغدد الصماء اللي احنا يعني اتكلمنا فيه دلوقتي. لما نلخصه هنقول على رأس القائمة نقص هرمون النمو، ده أساسي طبعا من الأسباب المهمة جدا لقصر القامة. والأطفال دول بيستفيدوا جدا زي ما حتى ناس حكت دلوقتي قد إيه الأطفال دول بيكبروا وبيطولوا وبيوصلوا لطول طبيعي. نقص هرمون الغدة الدرقية اللي مش بس هيأثر على الطول، ده كمان هيأثر. يوصلوا لطول طبيعي ولا ممكن طبيعي بطول زيادة؟ طبيعي جدا، لا مش زيادة ولا حاجة، يبقى كل حاجة بجرعات محسوبة وعن طريق تحليل بيتعمل اختبار بنقيس بيه هرمون النمو بطريقة دقيقة بمحفز وعلى ضوء. لكن ما يطولش يبقى طويل زيادة يعني؟ لا 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 خالص، بيبقى طوله طبيعي، يعني بيبقى في الرينج بتاع اقرانه بالرينج بتاع اهله وخلاص، ولغايه ما العظم يقفل وبنوقف. يعني بيتعالج العلاج اللي هو ممكن يبقى بيرجع لحالته الطبيعيه بالظبط، بنرجعه لحاله حاجه ناقصه في جسمه بيعوضها، زي نقص الكالسيوم بياخد كالسيوم، نقص الحديد بياخد حديد، هو برده بياخد هرمون النمو. تمام. وقلنا برده نقص هرمون الغده الدرقيه مهم جدا عشان تطور الذكاء والتطور العقلي والتطور اللي هو الجسماني انه يطول بطريقه سليمه. تمام. وقلنا مشاكل البلوغ برضو ممكن يكون ليها تاثير على الطول، عشان البلوغ من العوامل المهمه اللي بتاثر على الطول في المراهقين. بس يعني دي كلها الحاجات اللي هي على بعضها كده، ما اقدرش اخد حاجه منهم، انا عايزه دول كلهم مع بعض عشان الطفل بالظبط. وما ننساش طيب. عدد ساعات نوم كافيه بالليل. بالليل. تمام. احنا عايزين نتكلم كمان عن زيادة الوزن واخطار زيادة الوزن في الاطفال، بس اسمحي لي ناخد كام مداخلة كده. معانا حجازي من السعودية. الو. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذة وفاء؟ اهلا بيك، اتفضل. ازيك يا دكتورة سماء؟ اهلا الحمد لله، ازيك؟ اتفضل. الو. طب معلش بقى الخط قطع، حاول تكلمنا تاني. معلش احنا سيبناك شويه على التليفون. طيب معانا حسن من الشرقيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا وفاء؟ اهلا بيك، اتفضل. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. اهلا وسهلا بالدكتور. اهلا بيك، شرفتونا والله ونورتونا. اهلا بيك، اتفضل. يا عند حضرتك معاك حسن من الشرقيه اللي هو كان كلم حضرتك قبل كده. يمكن انا بذكرك بس، معلش انا متاسف جدا ان انا الو. ايوه اتفضل سامعاك. معلش انا متاسف خالص. لا لا خالص، فكرني معلش. معلش انا متاسف جدا. حسن اللي هو كان شغال تعاقد اللي هو الكفيف،
اللي هو ابنه تعبان برضك على عينه ميه زرقاء واللي هو أيوه. محتاج صمام في العين. ايوه الصمام ده حاليا محتاج 25000 جنيه وانا يعني برجو ربنا سبحانه وتعالى ثم ارجوك ثانيا ان يكون في اي مساعده وتتذكري بس ان ربنا ييسر الامور معانا ان شاء الله. طيب احنا المفروض وصلناك يعني المفروض زمايلي يا ريت تردوا على حسن دلوقتي يا جماعه شوفوا وصلتوا في الموضوع بتاع حسن ايه وانا هبقى اكلمك تاني حسن ان شاء الله. معانا ام مكه من اسكندريه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن دكتوره؟ اتفضلي. انا بنتي عندها دلوقتي 10 شهور. هي مولوده دخلت الحضانه يعني اتولدت كان وزنها قليل دخلت الحضانه كان عندها نقص اكسجين. تمام. وبعدين بعد نقص الاكسجين قعدت يوم واحد على الاكسجين وطلعت. يعني شالوا من عليها الاكسجين وقعدت 7 ايام تاخد قرص عشان عندها مكروب اللي هو الصفرة. ايوه ايوه. فهي كان حجم دماغها كبير شويه فما طلعت من المستشفى من الحضانه قالوا لي عايزه اشعه تلفزيونيه على المخ. فانا عملت لها اشعه تلفزيونيه على المخ طلعت ما فيهاش حاجه. بعدين طلبوا مني اشعه رنين على المخ طلعت ما فيهاش حاجه. بعدين طلبوا مني مقطعيه طلعت ما فيهاش حاجه. بعدين طلبوا رنين طلع فيها سائل في المخ. ايوه ايوه. فبعد ما عملت لها رنين سائل في المخ وديته للدكتور راح قال لي هي دلوقتي السائل ده مش مشكله يعني ما يعملش حاجه ولا يتذكر حاجه هي كده طبيعيه. بس هي دلوقتي عندها 10 شهور ولسه قاعده على 9 شهور فطلب مني اختبار رحت عملته اللي هو ما اعرفش اختبار ايه كده. الاختبار ده اللي هو التواصل الاجتماعي وكده التواصل عندها طلع 97. معايا دكتوره؟ اي اتفضلي سامعاكي دكتوره. والمهارات الحياه اليوميه طلعت 106 والانشطه الاجتماعيه طلعت 75 والمهارات الحركيه طلعت 85. تمام. فهم كتبوا لي دلوقتي على علاج طبيعي اعمله لمده 6 شهور واعطوني ان التامين دواء تاخده 5 سنتي في اليوم. طيب سؤالك طيب سؤالك ايوه اتفضلي. انا مش عارفه يعني اللي هو السائل دوت بتاع المخ. تمام. يعني ليه ضرر عليها هي دلوقتي يعني ما بتمشيش ولا بتقف. طيب هترد عليكي حالا. حاضر. معانا حجازي رجع تاني. حجازي من السعوديه. الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش يا استاذ الخط فتح عليكم. معلش اتفضل. كنت عايز اسال الدكتوره بس عندي احمد ربنا يخليها في الصف الرابع الابتدائي. ايوه. كنت يعني ما باكلش كتير يعني بحاول اجيب له كذا اكل كده ما اكلش يعني فكان طالع له حاجات كده في وشه بيضه جاله انيميا. ايوه تمام. فروحت جبت له جرعه الانيميا دي فما عملتش معاه حاجه فاضطريت اجيبه معايا هنا السعوديه. جبته ما شاء الله قعد معايا هنا 2 شهر رد وكان جسمه حلو وصحته حلوه. تمام. لما رجع مصر تاني بقى اكتر من الاول. معرفش بقى دي جو ولا ايه يا دكتوره ولا ايه بالظبط. طيب هترد عليك. حاضر. تمام. حاضر. ناخد بالمره رميساء وبعدين نرد مره واحده. معانا رميساء من السويس. الو. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتوره عامله ايه؟ ازيك عامله ايه حبيبتي؟ الحمد لله. كنت بس عايزه اقول لحضرتك انا لسه بس واخده بالي من البرنامج فما تبعتوش من الاول. تمام. انا معايا ابن اختي بقاله 2 اسبوع كان تعبان جدا مش عارفين له اي حاجه ورحنا عملنا له اشعاعات وتحاليل برضو ما عرفناش اي حاجه في الاخر اكتشفنا ان هو عنده السكر من الدرجه الاولى برضو. هو سنه كام حضرتك؟ سنه كام؟ 8 سنين. 5 سنين. تمام. والموضوع ده بقاله 2 او 3 اسبوع بالظبط. وعايزه اقول لك والله كل يوم يا اما فوق ال 500 يا اما 600 يا اما فوق ال 500 يا اما 600 وبياخد نوعين انسولين في اليوم. انسولين بياخده 3 مرات في اليوم ونوع قبل ما ينام المغربيه كده اهو. تمام. من ساعه ما بدا. تمام. فاسرته مش عارفه تتعامل معاه ازاي يعني ازاي مظبوط. طيب هترد عليك. السؤال هم مامته بس يعني يعني ايه هو الموضوع ده ممكن يعني يستمر معاه طول حياته ولا ممكن في امل يمشي؟ تمام هجاوب حضرتك. هترد على حضرتك. طيب نرد. تمام. الاول بقى على الاسئله احنا نرد على الثلاث اسئله. اتفضلي.
اولا الحاله الاولانيه اللي هي حصل نقص اكسجين بسبب مشكله اثناء الولاده وعنده سائل على المخ دي حاله اعصاب، يعني دي محتاجه تتابع مع استشاري امراض عصبيه، لان هي بيدوا ادويه للحاجات دي وبيقيموا الحاله على حسب كل حاله القدرات اللي ممكن تعملها ايه، سواء القدرات اللي هي الحركيه او القدرات الذهنيه. يعني هي بتقول مثلا بتعمل علاج طبيعي، دي حاجه كويسه. المفروض لما يكبر بعد كده بيبقى في حاجه اسمها جلسات التدخل المبكر. تمام. ان يقعدوا ويعلموه يتكلم ويعلموه يتواصل، لان هم لو ما عملوش كده الذكاء بيبقى اقل شويه. برضو هي قالت ان هو وزنه قليل، الاطفال اللي زي دول بيبقى عندهم صعوبات في انهم ياكلوا ويشربوا ومولود وزنه قليل، فمحتاج برضو ان هو يتابع النمو بتاعه بالنسبه للطول والوزن، تحط على منحنيات، يبقى في بقى مشكله في النمو برضو، يعني هو ناتجه عن الحاله الصحيه العامه بتاعته اللي هي مشكله الاعصاب. يعني ده مش خلل في الغدد الصماء، لا ده ناتج عن موضوع الاعصاب، المشكله الرئيسيه بتاعته اللي هي في المخ. ولازم يتابع مع دكتور اعصاب ويتعمل اللي هي الخطوات اللي هي تديله احسن شيء ممكن، سواء في القدرات العقليه او في الحركه او كده. يعني كويس، يعني لازم يتابعه مع دكتور لازم لازم. طيب. وغالبا هيحتاجوا يعيدوا الرنين، يتاكدوا ان السائل ده مش بيزيد، يعني هيعيدوا الرنين ده مثلا بعد سنه او حاجه، يتاكدوا ان الرنين ده ان السائل اللي في مخه مش بيزيد. طيب السائل اخونا في السعوديه بيقول ان ابنه اللي هو في سنه كام؟ ثانيه ابتدائي او مش عارف، رابعه ابتدائي وبيقول ان هو عنده بقع في وشه، وان هو عنده انيميا، وان يعني اما بيسافر في اماكن بياكل احسن من لو بيروح أما مكان اما جابه تاني. عنده يعني اولا البقع اللي في الوش دي يعني غالبا بتبقى نقص فيتامينات. معناها ان هو لازم يتعمل له تحاليل شامله، يتشاف الحديد، يتشاف الكالسيوم، يتشاف فيتامين د، كل انواع الفيتامينات، الزنك، كل حاجه من دول ليها علاقه بالشهيه وليها علاقه بالنمو وليها علاقه بحاجات كتيره جدا، فده لازم يتقاس ويتعالج على اساسها. تمام. قصة ان هو الاماكن بتختلف اعتقد في عامل نفسي في الموضوع، لسه اقول اكيد يعني هو شكله بيبقى مبسوط في وجود بابا لما بيسافر معاه في السعودية وبيبقى معاه وحواليه وحاسس انه معاه بياكل افضل. الحالة النفسية بتاعت الاطفال مهمة جدا، بتفرق جدا في الشهية اللي هي بتنعكس على الوزن وعلى الطول، يعني ده سبب يعني حقيقي واضح جدا يبين لنا قد ايه الحالة النفسية بتاعت الطفل يعني بتفرق يعني. الحالة الثالثة المدام اللي كانت بتتكلم عن بنتها اللي متشخصة سكر من النوع الاول، اللي هو بقى لها اسبوعين بس. في الاول معلش بيبقى لسه السكر على ما يتظبط ممكن تكون الحكايه شويه. معظم الدكاتره بيبداوا بالطرق المعروفه، ان احنا بندي نوع انسولين طويل المدى اللي هو بيتاخد بالليل زي ما قالت ومع الثلاث وجبات، بعد كده بنزود الجرعات حسب القياسات، فهي ما تتخضش لو علي في الاول شويه على ما الجرعات تعلى. برضو هي محتاجه تقعد تفهم طريقه الاكل السليمه في مرضى السكر، يعني ايه اللي ناكله وايه اللي ما ناكلوش وايه الوجبات اللي بتتاخد ما بين الوجبات الرئيسيه، واساسا لازم يبقى ليه نظام غذائي معين. يعني له نظام غذائي، مش هخليه ياكل اي حاجه كده وخلاص. وبرده جرعات الانسولين بتتحسب على حسب الوزن وبنغير فيها على حسب القياسات اللي احنا بنقيسها، فهي لسه بقى لها اسبوعين، يعني لسه برده الامور على ما تبان. مشكله برضو اعتقد الاطفال يا دكتور ان الطفل ده بيبقى عايز ياكل اي حاجه، ممكن ما ياكلش ده بيبقى عايز ياكل ده، وعايز ياكل شوكولاته، عايز ياكل مساله التعامل معاه بيبقى ازاي؟ والله هو احنا بنحاول، يعني خصوصا لو هو صغير بنحاول نعوده، احنا مش بنحرمه يعني مش هنحرمه بس هنحاول نعوده على طريقه غذاء صحي. يعني مش مفروض انه ياخد بقى حاجات مسكره طول الوقت، وحتى اطفالنا العاديين انا مش المفروض افضل ادي حلويات زي ما هنتطرق للسمنه دلوقتي وتعودوا بعد كده على السكريات يعني ماشي، هو مثلا عنده عيد ميلاد خارج مع اصحابه نفسه في حاجه حلوه مفيش مشكله هيدوقها وهزود في جرعه الانسولين شويه في الوقت ده، لكن ما اقدرش يبقى ده اسلوب حياه. حتى في الاطفال اللي ما عندهاش سكر ما ينفعش ان احنا نبقى على طول عايزين نشويات وحلويات وجانك فود، يعني دي طريقه مش صحيه. اللي هو احنا لسه بنقول عليها العادات الغذائيه، العادات الغذائيه اللي هي السلبيه او السيئه يعني. وهي بتقول الطفل ممكن يفضل كده لحد ما يكبر، هي بتسال هو الحقيقه السكر من النوع الاول حتى هذه اللحظه علاجه الوحيد هو الانسولين مدى الحياه، ولكن من كتر ما المرض ده انتشر بطريقه يعني زادت جدا في الفتره الاخيره في كل دول العالم مش بس في مصر، الابحاث على اخرها، يعني ان شاء الله اكيد هيكون في حلول قريب، لان الابحاث في كل دول العالم على اشدها، لان المرض ده فعلا بقينا بنشوفه بكثره يعني زياده جدا جدا في الاطفال. ولحد دلوقتي بدا يتم التعرف على الاسباب يا دكتور؟ والله هو الاسباب يعني داخل فيها حاجات كتير، يعني في ناس بتقول انه خلل في جهاز المناعه بيسببه نوع من انواع الفيروسات، عاده الاهل بيدونا تاريخ مرضي انه قبلها باسبوعين جاله دور برد شديد او جاله مثلا دور نزله معويه شديد، ف
فالفيروس راح عمل خلل في المناعة، فراح جهاز المناعة هاجم البنكرياس كسر اللي هي خلايا بيتا سيل اللي بتطلع الانسولين، يقوم يحصل سكر بعد كده. وبرده فيها سنة عامل وراثي، يعني مش كل طفل هيجي له دور برد هيجي له سكر، أكيد. هو عنده هذا الاستعداد. أكيد. بس ان شاء الله ان شاء الله الابحاث يعني على اخرها، وباذن الله يكون في حلول زي ما امراض كتير ما كانش ليها حلول وبقى ليها، يعني الحمد لله. زي ما حضرتك قايله يا ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب. معنا مين؟ ام يوسف من اسكندريه. الو. الو. ايوه اتفضلي. مساء الخير. مساء النور. انا عندي ابني 8 سنين ووزنه 19 سنه ومش بيكبر خالص، رفيع جدا جدا، وهو حاليا في سنه اولى ابتدائي، اصحابه كلهم كبروا، اللي كبر وتخن ووزن ووزنهم زاد وكده، هو الوحيد اللي دايما بحس ان هو ما كبرش. تمام. انما بيطول، طوله طبيعي؟ طوله مش طبيعي، انا حاسه قصير. يعني ولا طول ولا وزن، يعني ما بيطولش ولا ما بيتخن ولا وزن. تمام. لا تمام. وبعد اذنك برضو معايا اخته سنه وشهرين، ايوه، وزنها 9.5، وهي مش بتاكل خالص. طيب اوكي، هترد على حضرتك. بالنسبه للطفل برضو 8 سنين ده، عنده بقع كتير قوي في وشه وبيضة، ما هي دي نقص فيتامينات زي ما قلت لحضرتك من شويه، بتبقى غالبا نقص فيتامينات او احيانا بتبقى ليها علاقه بالتعرض للشمس، بس هي ممكن يكون نقص فيتامينات، بيحتاج يعمل تحاليل. طيب تحاليل ايه؟ طيب يعني هي لسته كده كتير، يعني صوره دم وحديد وفيتامين د وكالسيوم وزنك. وبعدين عندي برضو الطفل ده برضو وهو نايم بيطلع لسانه وعنده حروف على طول تايهه منه، وغالبا لما بينام لسانه بره. طيب هترد. دي حاجه مضايقانا نفسيا كلنا. طيب هترد عليكي، معلش عشان معانا تليفونات كتيره، هترد عليكي حالا. معانا مين؟ طب ناخد ايمان، معلش ناخد ايمان. طيب ناخد ايمان. الو ايمان. الو. ايوه اتفضلي. ايوه زي حضرتك، اهلا بيكي اتفضلي. كنت عايزه اكلم الدكتوره. اتفضلي بس بسرعه عشان خلاص وقتنا. والله يا دكتور انا في مشكله في ظهري، وان انا مش بعرف اتحرك، وعيني عندي يعني 21 سنه. تمام. بس المشكله ان انا بقى بوطي، يعني دي عندي صعبه جدا، وعملت قبل كده اشعه، اشعه اللي هي العاديه، الدكتور قال لي ما فيش حاجه، بس انا مش عارفه المشكله بقى عندي انها في التوطيه دي صعبه جدا. طيب ده سؤالك؟ اوكي. طيب وعندي المفاصل الركب لما بتحرك بتترقع. تمام. طيب ماشي دكتوره، بس هترد على السؤال. طبعا هي المفروض كبيره 21 سنه، مشكلة. بس ممكن حضرتك برضه تردي عليها. برضه تردي عليها، اتفضلي. هي عملت اشعه على ظهرها، وده شيء طبعا كان لازم تعمله، تتاكد بس ان مفيش مشاكل في الفقرات ولا حاجه، فهي اتاكدت من كده، دي اول خطوه. برضه مهم زي ما قلنا ان احنا نقيس الكالسيوم وفيتامين د، وحاجه اسمها الغده الجار درقيه، هرمون الغده الجار درقيه اللي مسؤول عن تظبيط الكالسيوم في الجسم بطريقه سليمه، فهي مهم جدا انها تعمل التحاليل دي. تمام. الكالسيوم والفوسفور وفيتامين دي، فيتامين د، والغده الجار درقيه اسمه باراثايرويد هرمون، او بنقول عليه كده بي تي اتش، فهي لازم تعمل التحاليل دي، لان ممكن يكون في خلل. وفعلا حكايه ان ركبها تطرقع وظهرها يوجعها له علاقه جدا بالموضوع ده، ممكن يكون حاجه فيها مشكله. اكيد ربنا يشفيها ويعافيها. طيب والسيده اللي عندها طفلين، اولا هي البيبي الصغنونه اللي بتقول عندها سنه وشهر تقريبا، وزنها 9 كيلو وشويه، هي يعني مش قليله قوي، يعني سنه وشويه 9 كيلو قليله شويه. هي بس مطلوب انها تديها، لو هي مش من النوع اللي بيحب الاكل، هتديها وجبات صغيره ومتكرره. بنقول في اطفال مش بيقدروا ياكلوا كميات كبيره مره واحده. أيوة. فالحل في هذه الحاله ايه؟ اولا هي عندها سنه وشويه، يعني هي تاخد مثلا رضعتين في اليوم، واحده الصبح وواحده بالليل، وفي بقيه اليوم هتاخد وجبات مفيده، بس مش لازم بكميات كبيره، يعني انا ممكن اديها كل ساعتين حاجه مفيده، بدل ما اديها ثلاث وجبات كبار ما تقدرش تاخدهم. تمام. يعني ده بالنسبه للبيبي الصغيره. بالنسبه للطفل اللي هو في ابتدائي اللي كانت بتتكلم عليه، البقع اللي في وشه دي ممكن تكون نقص فيتامين زي ما قلنا، وهتحتاج التحاليل اللي اتكلمنا عليها. أيوة. بتقول ان طوله ووزنه مش كويسين، الولد محتاج يتعرض على استشاري غدد صماء عشان يتحط على منحنى النمو زي ما قلنا، ويتعمل له تحليل هرمون النمو والغده الدرقيه وباقي الفيتامينات اللي في الجسم عشان يتشاف السبب ايه
ويتعالج على ضوء هذا، يعني على حسب هو مشكلته فين هنقدر نعالج سبب قصة الإقامة. كويس، يعني ربنا يشفيهم ويعافيهم جميعا. يا رب. احنا تقريبا وقتنا خلاص معانا، يعني ناخد بس ناخد سؤال عشان نلحق بس نقول بسرعه عن زياده الوزن. معانا احمد من القليوبيه. الو احمد. طيب الخط التليفون قطع. طيب احنا لو احنا اتكلمنا كده يعني بصوره، يعني قلنا الخطوط العريضة بتاعت زيادة الوزن عند الأطفال وأسباب زيادة الوزن عند الأطفال ومخاطرها. تمام. إحنا بنقسم زيادة الوزن في الأطفال إلى مجموعتين. مجموعة بنقول عليها السمنة العادية، اللي هي بنقول كده عليها سيمبل أوبيسيتي. سيمبل يعني إيه؟ يعني واحد بياكل كتير وبالتالي بيتخن، ودي سببها العادات الغذائية السيئة. يعني الأطفال اللي هم عايشين على الجانك فودز وإنهم يطلبوا أكلات، الحاجات دي بيتضاف عليها حاجات بتزود جدا في زياده الوزن وفي الدهون في الجسم وبترفع السكر، انهم بيحبوا النشويات وبيحبوا الحلويات وما بياكلوش الاكل المفيد، والاطفال دول ما بيبقوش جسمانيا كويسين، يعني هم مش بيحبوا البروتينات ولا الخضار ولا الفاكهه. أيوة. اللي هي الحاجات اللي مش هتتخنهم وفي نفس الوقت هتديهم كتير فايده من الاطفال كده بالظبط. فدي بنقول عليها السمنه العاديه اللي هي معظم الحالات. في اسباب تانية بقى للسمنه اهمها برده زي ما قلنا سريعا كده، خلل في الغدد الصماء، لأن معظم الغدد الصماء زي ما هي مسؤولة عن تظبيط الطول مهمة برضو لتظبيط الوزن. أهمهم الغدة الدرقية. لازم أي طفل بيعاني من سمنة، خصوصا لو مامته حاسة أنه مش بياكل على قد ما بيتخن، يعمل تحليل غدة درقية. تمام. في برضو غدة تانية، يعني مثلا الغدة القزرية اللي هي فوق الكلوية، دي اللي هي بتفرز الكورتيزون في جسمنا. أحيانا بتشتغل زيادة عن اللزوم، تقوم تفرز كورتيزون كتير، يقوم الطفل يتخن بزيادة، ودي لا قدر الله احيانا بيبقى سببها اورام او حاجات مش كويسه. عشان كده السمنه في الاطفال تحترم جدا. مش دايما هيبقى لازم يعمل دايت، يعني ممكن يكون في سبب مهم فلازم يعني يبقى يتعامل معاها يعني باهتمام يعني كبير. لازم يعني. لما الام تبقى مصره ان ابنها مش بياكل وعمال يتخن، لا احنا لازم ندور في الموضوع ده كويس قوي. طبعا في مضاعفات كتير للسمنه، يعني اهمها طبعا ارتفاع ضغط الدم، إيه مثلا السكر زي ما قلنا. بس طبعا ارتفاع ضغط الدم للاطفال، بنشوف ارتفاع ضغط الدم في الاطفال وارقام عاليه جدا للاسف. خبر. طبعا كمان طبعا قلنا السكر من النوع الثاني بقى، وده مصاحب للسمنه. زمان كنا ما بنشوفش خالص السكر من النوع الثاني، اصبح دلوقتي موجود في الاطفال زي ما بيحصل في الكبار بسبب كل ده من العادات الغذائيه الخاطئه. بالظبط. يعني انا طبعا بشكرك جدا دكتوره رشا، للاسف وقتنا انتهى، وان شاء الله يعني المره الجايه بقى يكون في، يعني طبعا تقريبا الناس قدرت تفهم بشكل كبير كل الخطوط العريضه اللي احنا حبينا نتكلم فيها عن النمو والسكر والغدد الصماء، وايضا كنا عايزين نتكلم عن مراحل البلوغ والبلوغ المبكر والمتاخر ان شاء الله يعني المره الجايه. بشكرك جدا. معلش انا بعتذر كل المداخلات، المفروض يعني احنا تقريبا من اول الحلقه لحد اخرها واحنا بناخد مداخلات حضراتكم. ان شاء الله يعني ما يكون في اي اسئله بعتوها لنا على صفحتنا واحنا ممكن دكتوره رشا ترد عليها. بشكر دكتوره رشا طريف استاذ طب الاطفال واستشاري الغدد الصماء والسكر. واشكركم اعزائي المشاهدين، وان شاء الله باذن الله تعالى اوعدكم انكم معنا دكتوره رشا تاني. تنسوش قعدتنا بكره ان شاء الله الساعه 12 ظهرا، واترككم في رعايه الله وامنه. تصبحوا على الف خير.